لكن بيتكلم المسيح كمان عن نفسه في نهاية الأيام في سفر الرؤيا: ها أنا آتي وأجرتي معي. صحيح. أجازي أو سأجازي كل واحد حسب صحيح. عمله. صحيح. وعندما تكلم أيضا في متى 24 عن ظهور ابن الإنسان في يوم الغضب، يوم الرب للدينونة، حاجة غريبة قال لنا يرسل ابن الإنسان ملائكته، ملائكة القضاء، علشان يجري الدينونة. هو سؤال: مين الذي يمتلك الملائكة لكي يرسلها؟ أنا ما أقدرش أمتلك مجموعة من الملائكة، الملائكة هم جند الله. فعندما يقول أن المسيح ابن الإنسان سوف يرسل ملائكته، ده يبرهن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد اللي أكمل العمل ومؤهل لكي يديل.